Oddio. الطريق انا كانت متيسة وكان بنادم دابا ولا الطوموبيل الا شي كليان وقف تاكسي وقف ليه الطريق كتحبس الطريق كتحبس بزاف دابا خرجوا حتى على المحلات التجاريه ديال درب عمر ولا ركود الوتيره ديال الاشغال ديالها ناقصه داك الشيء الوتيره بطيئه جدا 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 وحنا كنتمناو من هذا السيد الوالي ديال جهه الدار البيضاء سطات اللي جا جديد اللي تيعودوا عليه العيدية كان في مدينة طنجة كان حسيمة طنجة سطوان حسيمة تعودوا عليه مزيان وتنتمناو ينهض بهاد المدينة الدار البيضاء ان صراحة هاد المدينة هادي راه كارثية كارثية نقطة سوداء ومشينا خرجنا مشينا للرباط سالا القنيطيرات هادوك النواحي كيفاش ولاو ما شاء الله وانا كنتكلم لك دابا غير على الضواحي يعني غير هاد اللي قريب الكازا فوت بوزنيقة محمدية بوزنيقة وانت غادي ما شاء الله على طرقات والله العلي العظيم الى ولينا كنضاهيو كبريات المدن في العالم خابين ناعسين اختي اكل شي ناعس شي اللي خدامين في هاد المدينة الدار البيضاء وكنقولها وكنعلنها وكنعاود نقولها هما السلطات الامنية رجال الامن رجال الدرك الملكي مؤسسة الامنية وصال اجهزة ديالنا راه خدامين في مدينة الدار البيضاء الامن وكدا ومحاربة السرقات زعما كاينة ما عدا ذلك ما كاين الله يعطيك صحيحتك سير تما بقيت الاشغال تما بقاو داكشي اشغال شارع جلس الحارسي 70 عام وفي اشغال شارع محمد السادس كذلك جد عمر تراك الديون الهرويين حتى حاجه رحمه ما عندناش مساحات خضراء كاينه بلي 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 بزاف بحال هاد التونيل هذا راه ما تونيل ما والو شوف كي داير كلو حفاري والشعب ديالو شوف كي داير هذا التونيل هذا جاك ارقى شوارع مدينة الدار البيضاء شارع الضفه والله العلي العظيم كنت شفتي شوارع في مدينه الرباط وفي سالا وسيدي يحيى الغرب ورائع رائع رائع الشوارع اللي داروا في سلاسه هما واعره شوارع سلاسله راه ولات يا سلام اي غتقول لي الدروبه الشعبيين وعلى الاقل على القوف وفي كازا راه ما كاينش كازا ارقى الاحياء وما كاينش طريق خيس حمر روج ارقى الاحياء هذيك التوجيه اللي كنبينوا بها هذيك الفرصاده ما كايناش راه مازال كتحافظ على انك ما كتبغيش تبين العيوب كامله باش ما تحكوش علينا وما كنتي كتبين كل شيء مثلا الدوري وتبين داك التخت اللي كاين في مناطق راه حنا كنحاولوا نبينوا الواقع اللي بغا يضحك يضحك حنا كننتقدوا بلادنا باش نزيدوا قدام كنتقدوا بلادنا باش نزيدوا بها القدام
أحسن منه كخصي. Thank you.
مشاهدينا الكرام، حاولنا أن ننقل لكم الأجواء من مدينة الدار البيضاء بالضبط من منطقة درب عمر ووسط المدينة. وتشوفوا شوفوا دابا هاد البلاصة دايرة راقية، هاد البلاصة دايرة زعما راه بلاصة ديال الناس اللي خلاوها الألبة. شوفوا الطريق كيفاش دايرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، شكرا.